ناخد مداخلة معانا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. دكتور محمد صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا على شاشة النيل الأخبار. أهلا بك يا فندم. وبنتكلم عن السياحة الصحية، والحقيقة في اهتمام كبير في الفترة الأخيرة بهذا النمط السياحي. مقاومات مصر في هذا النمط السياحي، وإحنا عندنا طبعا أطباء المستشفيات، وفي يعني تطور في هذا المجال مؤخرا. شوفي حضرتك، مقاومات مصر يعني بلا مبالغة مقاومات كبيرة جدا وضخمة جدا، وإحنا عندنا قدرات ليست سياحة روتينية أو سياحة آثار أو سياحة محميات أو البحر الأحمر إلى آخره، لكن عندنا أيضا مقومات السياحة الصحية زي ما حضرتك قلت، ودي مكوناتها كثيرة جدا. في شق بتاع السياحة العلاجية اللي هو علاج المريض جاي عشان يتعالج، وده قد يكون جاي كلمة سياحة علاجية أو سياحة صحية، ان المواطن او الانسان بيسيب بلده عشان يسافر حتة تانية عشان ياخد فيها علاج. وقد تكون سياحة علاجية داخلية، يعني ممكن واحد يجي من اسوان يتعالج في القاهرة، لكن اللي احنا بنبغي اليه ان مفيش شق من السياحة المصرية في السياحة الصحية. وبكل امانة احنا عندنا هذه المقومات، واحنا سنة 2017 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي عملنا مؤتمر كبير جدا في شرم الشيخ، وكان مؤتمر كبير وناجح، وكانت النسخة الثانية من المؤتمر سوف تعقد في 2019، وبعدين جت أزمة كورونا فحدد شوية من هذا المؤتمر. احنا ممكن يجي لنا ملايين السياح، وعندنا قدرات علاجية في مستشفيات مؤهلة وبتعتمد من هيئة الرقابة والاعتماد المصرية والمؤسسات العالمية، ممكن يجي مرضى من خارج مصر يتعالجوا في مصر، وده بيحصل. طيب دكتور محمد، يعني يمكن في لحد دلوقتي تمام، بيجينا مرضى من افريقيا، من تشاد والنيجر ونيجيريا والسودان واليمن والحتت دي كلها. طيب دكتور محمد، ده يمكن كان من ضمن المقترحات اللي بيتم الحديث فيها، خليجية وعربية كثيرة دي. نعم، فكرة تكلفة العلاج وتوحيد الأسعار بالنسبة للخدمات الصحية المقدمة أو الخدمات يعني في المستشفيات. كل أنواع الخدمات، إحنا نقدر نعمل علاج لأمراض القلب، لأمراض زرع أعضاء، أمراض الرئة، كثيرة من الأمراض نقدر نوصل لها الوسائل التشخيصية والعلاجية في مصر. ده جزء العلاجي. الجزء الثاني الشق الاستشفائي، يعني عندك أماكن، يعني حد عامل عملية في أوروبا في فصل الشتاء أو في إحدى الدول الأخرى، يقدر يجي أماكن استشفائية في شرم الشيخ، في البحر الأحمر، في الأقصر وأسوان، في أماكن كثيرة جدا. عندك أماكن علاج بعض الأمراض المزمنة زي الأمراض الروماتيزمية وزي الصدفية إلى آخره، في أماكن معينة مؤهلة في مصر. طيب دكتور محمد، يعني لما يكون في الدعم الرئاسي ده بالفعل لقطاع الصحة في مصر، إزاي بينعكس على الخدمة الصحية المقدمة، وبالتالي بيؤهلنا أن احنا نحتل مكانة أكبر في السياحة الصحية حول العالم؟ أيوه، لما بيكون في الدعم الرئاسي زي ما حضرتك بتتكلم للمنظومة الصحية في مصر، ازاي ده بينعكس على الخدمات الصحية المقدمة وبيؤهلنا لمكانة متقدمة أكتر في نمط السياحة الصحية حول العالم؟ دي شقين حضرتك. الشق الأولاني إن بتوفري المؤسسات الصحية المؤهلة ذات الجودة والمجهزة وذات المستوى العالمي، وده هدف رئاسي فعلا وهدف يتحقق، وتقدري تجذبي السياحه بانك عندك اماكن طبيه مؤهله وذات مستوى رفيع ومعتمده. واعتماد على فكره الانعكاس ليس فقط هيكون عشان اقدر اجيب سياحه علاجيه من بره، بالعكس انا لما احسن المؤسسات واحسن اوضاعها واحسن مستواها واحسن امكانياتها وفيها طاقات بشريه، هي الهدف الاول خدمه المواطن المصري. أكيد. إن أنا بديله أماكن بذات جودة ومؤهلة.
ثم تستخدم هذه المثلثات برفع مستواها وتوفير خدماتها إلى تنعكس المواطن المصري، أيضا تقدم الخدمات للسائح. نعم. طيب دكتور محمد عوض تاج الدين، كمان بنتكلم عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مؤخرا، قد إيه ده ممكن كمان يكون عامل جذب ويؤثر إيجابيا على السياحة الصحية في مصر بشكل عام وتحديدا العلاجية؟ هذه الخدمات بهذا المستوى الرفيع، لأن التأمين الصحي ثلاث هيئات: هيئة تمويل، وهيئة تقديم خدمات، وهيئة رقابة وجودة للخدمات الصحية. مفيش مؤسسة سواء كانت مستشفى أو مركز طبي أو مركز تشخيصي أو عيادات بتخش منظومة التأمين الصحي إلا بعد اعتمادها. فأنا النهاردة لما بوفر هذه الأماكن المعتمدة في عدة محافظات زي بورسعيد، زي الإسماعيلية، زي جنوب سيناء، زي الأقصر، وبعد كده أسوان، فالنهارده يبقى السائح عنده هذه المؤسسات اللي أنا وفرت فيها خدمات التأمين الصحي أيضا مجهزة لتقديم السياحة الطبية بسرعة. نعم. دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، كنت معانا عبر الهاتف، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.